السلام عليكم متابعينا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله دوم بخير وصحه وسلامه. اليوم عندنا اسعار الغسالات الجانبيه العفو لماركه الارجي. طبعا قبل ان اذكركم الاسعار، يا ريت تدعمون الحساب بلايك ومتابعه وتفعيل زر الاشتراك الجرس حتى يوصل لكل ما هو جديد بعالم الاجهزه الكهربائيه والمنزليه. اي استفسار، اي شيء ايضا حابين تستفسرونه، تقدروا تراسلون على حسابي بالفيس، تلقون كل التفاصيل اذا تقدرون تتواصلون وياي، او اذا عندكم استفسار حول الاجهزه الكهربائيه بشكل عام. عندنا احنا هنا اليوم بغسالات الارجي الجانبيه. غسالات الارجي الجانبيه تتقسم النوعيتين، نوعيه اللي بيها دراير اللي هو يطلع الملابس ناشفه 100% وغير معقده بالنسبه 70 إلى 80%. هذا الشيء، هذا النظام يجي بال 20 كيلو، يجي بال 15 كيلو وال 18 كيلو وال 12 كيلو فقط، واكو ايضا بموديلات ال 10 ونص. بس احنا شلون نعرف بي دراير او ما بي دراير؟ اول بداية بالنانه، طب هذا الليبل اخواني يصير بجانب الغساله، اما الليبل هذا الليبل اذا واضح، هذا واشر عند دراير، او ينكتب لك هنا واشر زائد دراير. هاي الطرق الرئيسية شلون اللي نعرف انه غسالتنا اذا بيها دراير او ما بيها دراير. فهس احنا قلنا راح ابلش لكم بالاسعار اللي بيها دراير، اللي هو العشرين الى 18 الى 15 والى 12. انا حاليا اللي عندي حاليا بالمعرض اللي قاعد اصور به هو مجمع اشتار مول كربلاء المقدسة، عندهم العشرين كيلو. العشرين كيلو طبعا السعر 1,531,000، اللونين نفس السعر. طبعا عندك الغسالة العشرين والثمنتعش، الثمنتعش طبعا ما موجودة، الثمنتعش سعرها من 1,400,000 إلى 1,450,000. نجي للغسالة الخمستعش اللي بيها دراير، تمام؟ بس هلا هاي 15 بس ما بيها دراير، ما بيها نظام تجفيف كامل 100%. هاي ال 15 لا، بيها نظام تجفيف 100%. السعر 1,200,000 للونين، اللون السيلفر وبيها لون الابيض. اما الغساله الالجي فال 12 كيلو عندنا 1,025,000، تمام؟ طبعا الاسعار ممكن تصعد ممكن تنزل حسب المستورد وحسب الوكيل. انا حاليا الاسعار اللي قاعد اعطيكم اياها هي اسعار ل 2023 الشهر الثامن. طبعا ذي الاسعار الغسالات الجانبيه الفول دراير. الغسالات الجانبيه اللي مو دراير او الفئه الوسطى مثل ما يقولون، فان شاء الله فيديو كامل هنا والغسالات الدراير راح ننزل لكم اياها بالقناه. تابعوا القناه، اعطوا لي لايك وسووا لنا اشتراكات حتى يوصل لك كل ما هو جديد بعالم الاجهزه الكهربائيه والمنزليه.